يلا جاهزين للتصوير؟ 1 2 3 مرحبا، كيفكم؟ تعي يا أسير سلمي قولي مرحبا. مرحبا، كيفكم؟ كيف؟ يا جماعة رجعنا لكم من بعد غياب، بس الصراحة يعني بعدنا عنكم بسبب كتير ظروف مرقنا فيها، وكمان كان ما في نفس التصوير لأنه بتعرفوا يعني المشاكل عم تصير بفلسطين. اي والله من عز كل الشهداء، وان شاء الله هيك الله يفرج عليكم ويحميكم ويحفظكم ويرحم الموتى يا رب. امين يا رب. هلا ليش انا بديت الفيديو هون؟ بديت الفيديو هون لانه عاده بتكون السياره واقفه هون ومصفوفه، بس هالمره ما في سياره. ليش ما في سياره؟ وين السياره سيلا؟ انباعت. للاسف بعنا السياره، والحمد لله يعني رب العالمين. اصلا نحن كان هذا الشيء بارادتنا يعني بقرارنا، رح نحكي لكم الاسباب. تعالوا نحن هلا رايحين، خليكم معنا وبطريقنا رح نحكي لكم شو سبب بيعة السياره. يلا اسولي تاي. يا حرام، صلن الاولاد فتره بالبيت فكتير ضايق خلقهم، صلن 3 ايام عم بنقوا بدنا نروح. فهلا انا خلص يعني لو ما في سياره الواحد بده يطلع، بدنا نقضي امورنا لاسباب كتير مهمه. ف خليكم هون معنا لا تروحوا، رح نحكي لكم هاي الاسباب. واهم شيء ببداية الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. باي. لك ما في باي. تمام. وهلا رح نحكي لكم سبب بيعت السياره. شو السبب؟ هو انه نحن راجعين على بلدنا سوريا. راجعين على سوريا، فهلا هيك عم نودع نحن هون وعم نجهز اغراضنا وعم نضبضب لحتى ببيتنا قايم قاعد. اي والله الا ما نصور لكم كيف حاطين الاغراض، حاشرينهم كلياتهم بغرفه وحده. اي والله ولسه علينا ضب كتير كتير، ولسه ايه تقريبا النص يعني خلصنا. نص الاغراض فوق، بس اضطرينا هلا نطلع لانه في امور لازم نقضيها، وحبينا نصور لكم هذا الفيديو بس هيك لحتى نحكي لكم، بما انه انتم عائلتنا الثانيه بالعاده بنصور لكم يومياتنا وبالعاده بنكون متحمسين اكثر من هيك. ايه بتعرفوا بالعاده هيك بنقول مرحبا بصوت عالي. ايه بس عن جد ضغط، في علينا ضغط كثير كبير، وان شاء الله خير يعني، ان شاء الله هو لخير باذن الله هذا الشيء. ان شاء الله ان شاء الله خير يا رب. فهلا رايحين نقضي كم شغلين بدنا نجيبها مضطرين عليها. وادعوا لنا يا جماعه، ادعوا لنا نوصل بخير وسلامه. على فكره الاكثر واحد متحمس للتصوير هي سيلا. سيلا اي والله ايه يعني كثير مشتاقه، على طول بتقول لنا يلا بدها تصور بدها تعمل بدها تحكي. مبسوطه سيلا؟ كثير مشتاقه للمتابعين صح؟ انا متحمسه اكثر. متحمسه ايه. على طول بتقول لنا ايه ماما خير شغل الكاميرا بدنا نصور صح؟ صح والله انا ما احنا ما صورنا ابدا ابدا، صرنا زمان ما صورنا صح والله معك حق. سيلا نحن وين رايحين هلا بعد فتره؟ عسوريا. عسوريا صح. هات ايدي اسيل. شو عم تستنى؟ الباص. الباص؟ عم تستنى الباص اسيل؟ كانه نعسان اسولي. عم تستنى الباص؟ نعساني؟ ما انت كنت متحمسه بدك تروحي على الباص. ايه؟ مو احلى شو؟ يا جماعه نحن بهالمره قعدنا نفس هاي القعده، كنا عم نستنى الباص، كان فيديو تحدي بتتذكر؟ كان تحدي انه عملت له اختيار الورقه، يا اما نطلع بالسياره يا اما بدون السياره، وطلعنا نطلع من دون السياره. يوم كامل بدنا نعيش بالباص. من دون السياره بالباص. هلا عم نعيد التجربه مره ثانيه من دون السياره. شو؟ السؤال. واهم شيء يا جماعه اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس، لانه رح نفرجيكم كل التفاصيل وقت النقل، نفرجيكم كيف البيت وكيف عم ننقل، لانه رح ناخذ عفشنا معنا، فرح نفرجيكم كل هاي التفاصيل، حتى ممكن بالطريق نصور لكم شوي صح؟ ان شاء الله. بابا الباص. فحتى ممكن انه نصور لكم الطريق بالرجعه وقت ما ندخل على سوريا وكيف عم ننقل. نلتقى مع اهلنا. وقت نلتقى مع اهلنا اكيد رح نعمل لكم هيك فيديو، لهيك فعلوا زر الجرس. ايه ان شاء الله يا رب. كثير يعني على فكره ما بتتخيلوا كميه الحماس عنا انه بدنا نشوف الاهل، خلص يعني حلا اشتقنا لهم كثير، فرح نصور لكم كل هاي التفاصيل، لهيك لا تنسوا تفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناه. بدك تيجي جدة؟ يا عم رح على سوريا. رح على سوريا؟ شو سيلا؟ تعبتي؟ يا عمري نعم؟ تعبتي شوي. تعبتي شوي؟ يلا راجعين على البيت. شو سيلا؟ شو وضعك؟ غلطت؟ لا الله يقويك. أخذت أسيا؟
لا ما تأسيل. يا جماعة رحنا هلأ نحن قضينا أمورنا كاملة، رحنا على السوق وحاطين طبعاً هاي السلة كل الأغراض. بس ما خلصنا. بس ما خلصنا، بدنا نزلي تاني. فهلأ نحن رايحين على البيت، ومثل ما حكينا لكم سبب بيع السيارة رحنا نحكي لكم سبب سفرتنا على سوريا. تمام، فخليكم معنا لا تروحوا لبعيد. فرضا يا عمري سلام. أي أحلى طلعة، بالباص ولا بالسيارة؟ بالباص؟ كل هاد شنطة ترست عم تقولي بالباص؟ هاي أسيل نايمي، نحن بطريقنا على البيت. شو كيفكو؟ كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شو سينا كيفي؟ يا جماعة قررنا نكملكم الفيديو على أساس نرجع على البيت ونصور لكم فورا، بس اللي صار إنه ما شاء الله يعني كلياتنا مرضنا مرضى غير شكل. صلنا 5 أيام يعني تقولوا كورونا؟ الحمد لله رب العالمين. أي والله الحمد لله. لا مهمس بهذا أي. فهلا هيك قررنا نفرجيكم، كمان شايفين كمان كان عم يضب الأغراض. نحن تقريبا شبه خلصنا أغراض بيتنا، هيك ضبيناهم والتياب وهالقصص، باقي هيك شغلات بسيطة لأنه شادين همتنا وعلى سوريا. الله يسر يا رب. آمين يا رب. صراحة كتير متحمسين وكتير مبسوطين. صح في تعب هلأ كتير؟ تعب كتير. تعب يعني ما عم نقدر نشعر بهاي لحظة اللقاء وكذا، على قد ما تعبانين وعم نشتغل شغل يا كتير والله. أنت متحمسة تروح على حمص؟ حمص. بدك حمص؟ عشان تذكرنا لأنه نروح على حمص. ايه؟ بس لك كركبي. شوفوا. ايه والله عم نضب. ايه عم نضب. انا حب ساعد ابوك. ايه ساعد. الله يعطيك. الله يرضى عليك. طيب والله كنان تعب كثير. شغل وهي شغلات كثير. بس لحالي يعني. هو طولنا كمان بالضبط لأنه عنا كثير هيك شغلات. ايه شغلات هيك بدها تغليف. صح. حتى نحن يا جماعة يعني تخيلوا نحن حاسبين حساباتنا انه مثل هالوقت نكون تحت نازلين، بس لانه مرضنا يعني كنان اخذ مرضه 5 أيام، انا 5 أيام، بعدين اسيل، بعدين سيلا، كلياتنا مرضنا. الحمد لله رب العالمين. بس هلا هيك حاسين شوي حالنا احسن شوي، فلهيك رح كملنا لكم الفيديو. رح افرجيهم الغرفة. فرجيهم هنيك ام عنا. الكركبة. لا احنا سهلين رايحين هنا. هون حطينا كل كراكيبنا اللي ضبيناهم. ليكوا شوفوا شوفي غطة على القلب. هاي تخت سيلة. هونيك ايه تخت سيلة. فرشة. يا جماعة سجاد هون. هاي تري سكناها. تري غرفة النوم تبعيتنا. وهاي تريا وهون الشناتة وهون الطقوم. مع ذلك لسه في كتير أغراض، يعني لك الغرفة عبيت، الغرفة عبيت. لسه في تريات البيت كله كاملة. ايه تريات البرادة، غرفة النوم، كتير كتير شغلات. صحة. يا جماعة كنا عم نحكي لكم قبل هذا المقطع انه نحكي لكم سبب رجعتنا على سوريا. هلأ في ناس بجوز تفكر انه في حدا قايلكم رجعوا او شو الاسباب. لا يا جماعة، اهم شيء انه نحن نازلين برضاتنا، يعني بقرارنا الشخصي، ما علينا ولا نقطة سودي هون، يعني لا عنا نقص اوراق او مشكلة مع شيء حدا او لا ابدا ابدا، هذا قرار شخصي وبكل قناعة اخذينه. باي سلام. شو بدي يكون في واحد احلى انه يرجع لبلده؟ اي والله. هلا لانه هون يعني اللي ما بيعرف، هون بتركيا صارت الاوضاع كثير صعبه، كثير كثير، خصوصا على السوريين بشكل عام. فلهذا السبب انه يعني عم بحكي لكم انه لا نحن ما علينا ولا نقطه سودي هون، ما حدا زعجنا وما حدا قايل لنا شيء وما حدا قالنا روح وما روح وهالقصص. لا حتى في صعوبه انه مثلا نجيب اهلنا لهون، يعني كان صعوبه. لا نحن اشتقنا لهم يعني. صح. أنا صار لي 10 سنين ما شايفهم. أي والله تخيلوا كنان 10 سنين وما شايف أهله، يعني شو شعورك هلأ رح تشوف أمك وأبوك؟ يا جماعة رح نصوركم اللقاء. رح نصوركم اللقاء. لهيك اللي ما أنا مشترك بالقناة اشتركوا بالقناة حتى تشوفوا اللقاء. شو رح يكون اللقاء قلتي؟ والله ما بعرف. بس رح يكون أكيد لقاء. أنت كمان 5 سنين. أي والله أنا 5 سنين بس قلبي فرط عليهم. يعني نحن قررنا إنه ننزل على سوريا
بنسبة كتير كبيرة لسبب انه نحن اشتقنا لأهلنا. أكيد. والله العظيم انا وكنان دقنا ايام صعبة هون كتير يعني مرينا فيها من دون ما حدا يكون معنا ولحالنا، بس الحمد لله يعني هلأ خلاص انه رح ننزل لجنب امنا وابونا. اي والله ان شاء الله هيك الله يعديه على خير يا رب. امين امين ونشوفنا بخير. امين يا رب. يلا هانت كم يوم هانت ونلتقى فيها. وهلا يا جماعه رح فرجيكم طبعا الخزانة كلها فاضي، كله فضيناه. وهون هدول الشنات كلهم عبيانين فضيناهم، هاي الغرفه هون فضيناها، في هيك كمان لسه هدول الاكياس عم اعبيهم، يعني ضل هيك يعني شغلات كثير بسيطه بين ايدي. والحمد لله خلصنا يعني جزء كثير كبير من الطلب، واكبر اكبر نعمه انه الحمد لله انه نحن بنقدر ننزل اغراضنا معنا، وان شاء الله هيك الامور كلياتها ميسوره. دعوا لنا بالتيسير، دعوا لنا انه نوصل بخير وسلامه، وانتم كمان هيك ان شاء الله الله يجمعكم مع اهاليكم. القرار ما كثير هالقد صعب وما انه مستحيل، بس بده هيك الواحد يقوي قلبه انه خلص بالنهايه مرجوعه لجنب اهله ولسوريا. سيلا شو بدك تقول للمتابعين؟ حطوا لايك. حطوا لايك. وانت شو حطوا لك؟ لايك. وانت لايك. يلا قولوا حطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. يلا باي. شو لا باي باي. يلا باي. اسمعوا باي.